بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتحدث اليوم عن الصحابي الجليل البطل المغوار أبي دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه الأنصاري، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم فقال: سماك أبو دجانة، أنا آخذه بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين، وشهد أبو دجانة بدرا وأحدا وغيرهما، واستشهد يوم اليمامة، وهو ممن اشتركوا في قتل مسيلمة الكذاب. عن أبي خالد بن أبي دجانة قال: سمعت أبا دجانة يقول: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، بين أنا مضطجع في فراشي إذ سمعت صريرا كصرير الرحى، ودويا كدوي النحل، ولمعا كلمع البرق، فرفعت رأسي فزعا مرعوبا، فإذا أنا بظل أسود يعلو ويطول بصحن داري، فأهويت إليه بيدي فإذا جلده كجلد القنفذ، فرمى في وجهي مثل شرر النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومثلك يؤذى يا أبا دجانة؟ هذا عامر الدار، عامر سوء. ثم قال: ائتوني بدواه، ائتوني بدوات وقرطاس. فأتي بهما فناولهما علي بن أبي طالب وقال: اكتب يا أبا الحسن. قال: وما اكتب يا رسول الله؟ قال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول رب العالمين إلى من طرق الدار من العمار والزوار والصالحين، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، أما بعد، فإنا ولكم في الحق سعة، فإن تك عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو مدعي حق مبطلا، هذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ورسلنا يكتبون ما تمكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا، وانطلقوا إلى عبدة الأصنام، وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. يغلبون، حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف. تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال أبو دجانة: فأخذت الكتاب فأخرجته وحملته إلى داري وجعلته تحت رأسي، وبت ليلتي، فما انتبهت إلا من صراخ صارخ يقول: يا أبا دجانة، أحرقتنا بالنار، فبحق صاحبك إلا ما رفعت عنا هذا الكتاب، فلا عود لنا في دارك ولا في موضع يكون فيه هذا الكتاب. فقلت: لا، وحق صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رفعته حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو دجانة: فلقد طالت علي ليلتي بما سمعت من أنين الجن وبكائهم حتى أصبحت، فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما تم لي معهم، فقال: يا أبا دجانة ارفع عن القوم، فوالذي بعثني بالحق إنهم ليجدون ألم العذاب إلى يوم القيامة. هذا هو دعاء تحصين البيت من الجن. وعن عقبة بن عامر الجهني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يموت وفي قلبه مثقال حبة من خردل من كبر يحل له الجنة أن يريح ريحها ولا يراها. فقال له رجل يقال له أبو دجانة: يا رسول الله، إني لأحب الجمال حتى إني لأحبه في علاقة صوتي وفي شراك نعلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك كبرا، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس. وعن أم سعد بنت سعد بن الربيع قالت: رأيت نسيبة بنت كعب ويدها مقطوعة، فقلت لها: متى قطعت يدك؟ قالت: يوم اليمامة، كنت مع الأنصار، فانتهينا إلى حديقة فاقتتلوا عليها ساعة، حتى قال أبو دجان الأنصاري واسمه سماك بن خرشة: احملوني على الترسة حتى تطرحوني عليهم فأشغلهم. فحملوه على الترسة وألقوه فيها فقاتلهم حتى قتلوه رحمه الله. وعن هشام عن أبيه عن الزبير قال: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا يوم أحد، فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: يا رسول الله، أنا آخذه بحقه، فما حقه؟ قال: أن تقاتل به حتى ينكسر. قال: فأعطاه إياه وخرج، واتبعته، فجعل لا يمر بشيء إلا أفراه وهتك، حتى أتى نسوة في سفح الجبل ومعهن هند، وهي تقول: نحن بنات طارق نمشي على النمارق، والمسك في المفارق، إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق، فراق غير وامق. فحملت عليها فنادت بالصحراء فلم يجبها أحد، فانصرفت فقلت له: كل صنيعك قد رأيته فأعجبني، غير أنك لم تقتل المرأة. قال: إنها نادت فلم يجبها أحد، فكرهت أن أضرب بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة لا ناصر لها. وقال قتاده: وكان أبو دجانة قد ولي ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بظهره حتى امتلأ ظهره سهاما. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقعد. ثم أعاد فقام أبو دجانة فأخذ السيف وهو ذو الفقار، وعصب على عينيه عصابة فرفع بها حاجبيه عن عينيه من الكبر، ثم مشى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف يتبختر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه مشية
يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع، يعني موضع الحرب، حتى يري العدو منه قوة. وقال الزبير: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف، وجدت في نفسي أن حزنت، فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة، وقلت: أنا ابن صفية عمته ومن قريش، وقد قمت إليه فسألته إياه قبله فأعطاه إياه وتركني، والله لأنظرن ما يصنع. فاتبعته فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت، وكان مشهورا بها، وهكذا كانت تقول له إذا تعصب بها. فخرج وهو يقول: أنا الذي عاهدني خليلي، ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول، يعني في مؤخرة الجيش، ألا أقوم الدهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول. ثم قاتل قتال الشجعان، وحمى ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلى وأعلم وأجل وأكرم، والسلام.